السلام عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم معنا في جديد، فلوق جديد سيوات ليلى العميريه. الفلوق ديال اليوم غتشير معنا من الشارع او حي النهضه حتى المعرض، معرض الصناعه التقليديه موسم الزيتون. كدير مسمن مخمر حريره اللي كاين مول الدجاج، ان شاء الله غنشد لكم السريع. وهنا غادي نبدا، كاين اثواب عادي للخياطه والافريشه، خياطه الافريشه بسم الله. هنا كاين حمام السنابيل، اشديت لكم واحد نظرة. وهنا يا بائع التمور والفواكه والقطامي مصطفى الصحراوي. السلام عليكم، كدير خير مصطفى؟ مرحبا بك، الله يعاونك تطحن في الحنة، الله يسر الأمور. المهم التوابل الحنة كلشي عنده طبيعي، هانتوما تبارك الله عليك، واخا رانا هانتوما هو كيطحن في الحنة، الله يعطيه الصحة. المهم درت لكم جولة هنا في حي النهضة وسارع النهضة، هانتوما يا مرحبا بكم مصطفى الصحراوي. عندك جميع المكسرات، الحنة، التوابل، بسم الله. هانتوما قرقع، لوز، كاوكاو، المكسرات كلها عندو، الروز، هانتوما. المهم مرحبا بكم هنايا، اللي خصاتو شي حاجة تبارك الله تسارع. هاد المحل عامر، كل ما بغيتي دير الحلويات، كيوي مجفف، أناناس، أي حاجة احتجتوها عند خويا مصطفى الصحراوي. العسل، السيرويات، السواك، كلشي الكريمات الصحراوية، يعني الماسكات ديال الطين الطبيعية، هانتوما، هنايا، وهنا التوابل والأعشاب، هانتوما، فهمت. عيد الميلاد، اللي بغا يدير عيد الميلاد خصاتو شي حاجه. المهم كل ما يخص الحلويات والمطبخ عند خويا مصطفى الصحراوي. الله يسر لك اخويا مصطفى، الله يعاونك. شحال هاد التمر هذا؟ هذا 700 درهم. ناخذ دا زوج حدا هي وحده ترجع غادي. تبارك الله زوين، الله يعاونك خويا مصطفى، الله يسر الامور، الله معاك. هنايا حلاقة ياقوت، حلاق ياقوت، وهنا غزلان فارماسي، وهنا سعيد المواد الغذائية. السلام عليكم، السلام عليكم. اسمح لي مرحبا بكم عند سعيد إيشاب المواد الغذائية. الله يعاونك يا سعيد، الله يسر، الله يعاونكم، يلا الله يعاون. لا انت ما الكرواس، اسمح لي افتح بغيتي تستفادي. السلام عليكم، كبير يلا دوز. وهنا فارماسي غزلان، مرحبا بكم، منشفش. المهم درت لكم هاد الفيديو هنا ديال هاد الشارع، باقا ان شاء الله نشد لكم الشارع الاخر. هنا كاين الخياط، محل خياط، هنا سندويتشات، وهنا وهنا مقاولة رياض للألمنيوم والإينوكس، هادو كلهم كاينين في هاد الشارع هنا. هنا دوما كاش، دوما كاش هنايا. السلام عليكم، وغادي تتابعو معنا الشارع هنايا، محلات، محل قليمي لداندو سندويتشات، وعندنا هنايا محل الألبسة الرجالية، وعاد كاين واحد المحل هكا إن شاء الله مرة أخرى نشدو ليكم إن شاء الله. وكاين، السلام عليكم. وهنايا المواد الغذائية عند ياسين، الله يسر ليا الأمور، تا هو هي اللي بغا شي حاجة في السريع. والحمام من ديك الجهة، سيارة التعليم، وهنا، السلام عليكم، لا دامت أصوات.
وهنايا غادي نخرجوا للبلاصه فين كاين الموسم والمعرض. سمحوا لي كنهبط على الناس. تحيه لعائله ايشاب، الله يحفظهم ويحفظ لهم وليداتهم جميعا. هنا مقهى الليمونه، كما حال مقهى الليمونه اللي بغا شي حاجه. هانتوما الموسم هاو دار هاد الجو. السلام عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم معنا في معرض الصناعه التقليديه بحد البراديه موسم الزيتون. هنا جينا عند الاخت فوزية العكاشي الصديقة، تبارك الله عليها. السلام عليكم اختي فوزية، مرحبا بك عندنا في البرادية ونورتي البرادية وتبارك الله عليك، وعلى عرفينا بجمعية الوئام للحلويات تعاونية وئام. المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا به، نخلي لي الرقم ديال الاخت فوزيه، مرحبا بكم. ها انتم المنتوجات ديال الاخت فوزيه تعاونيه الوئام. واحد دقيقه سمحي لي، ما تنساوش لايك ابوني بارطاجي وصلوا على الحبيب مصطفى عليه الصلاه والسلام. اخواتي اخواني مرحبا بكم معنا هنا في معرض تجاري بحد البرادية موسم الزيتون صناعة تقليدية. هنا تعاونية اخوات الخروبة فلاحة والتربية والمواشي والتسمين وتتمين المنتوجات الفلاحية، ولاد علي الواد جماعة حد البلادية، يعني ولاد علي راه معروف على الصعيد المغربي والعالمي. التوابل تبارك الله، هنا الكسكسو البيض، الكسكسو الحمر، الكسكسو الخماسي، حاجة مروه، البلبولة هنايا، التوابل كلها، العسوب، المروزية، القهوة، والتحميرة يعني ديال البلاد والسودانية تبارك الله. ها السلام، لاباس كديرة؟ لاباس عليك، هانية والعيلة كديرة اختي بخير، الله يسر لكم الأمور، كل شيء هاني لاباس، الله يحفظك، الله يسر لكم الأمور. شديني هنا الفلفل الاحمر اللي معروفه في بن عمير، شركه المربع، فلفل احمر مطحون جوده عاليه. هانتوما بسم الله منيوره، ها هي شحال اختي منيوره دايره يعني هكا؟ 50 درهم. لا انا داوي على الفلفل. هانتوما يا توابل، الخرقوم، البزار، سكينجبير، القرفة، كلهم صوريني الداخل. مرحبا بكم هنا في معرض تجاري الصناعة التقليدية بحد البرادية بموسم الزيتون. شحال اختي منورة الحمراء؟ هادي الخبز اللي عندنا دراهم، من 5 دراهم حتى 7 دراهم. وهادي الكارمة 20 دراهم. الله يجازيك بخير. والتحميرة
المهم اللي بغات شي حاجه راه غادي نعطي الرقم ديال الناس ديال الشركه ديال المربح. مرحبا بكم في الشاوس بلاي كاب وحفاظ راجل. التحميره عندهم يعني من ورا ملي كيجيبوا هذا معليش كيجيبوا الفلفله الحمراء بسم الله تكون عافيه كيحيدوا لها هكا كيحيدوا لها هكا كيغسيوها في الفران يعني كيجفوا في الفران ما كيديروش في الارض كتولي على هذا الشكل هذا يعني فلفل جاف احمر. وهنايا طبيعيه هذه بدون زيت ها هي كطحن كتولي على هذا الشكل وهنايا بالزيت. ومرحبا بكم وما تنساوش لايك ابوني وبارطاج. السلام عليكم اخواتي اخواني مرحبا بكم معنا هنا في محل الخياطه القفاطن جلالب انامل سرقاويه فقيه بن صالح. مرحبا بكم بالانامل السرقاويه بالفقيه بن صالح هانتوما تبارك الله عليهم شي عندهم هنايا خاصين التواب ديال العمره اللي جا من العمره وما كملش عطيه انا واللي بغى يمشي للعمره ما اللي بغى يمشي يتقدك بالم تدي مزيان الله يسر الامور. اللهم امين يا ربي ربي معاك الامور. ها قناه فين كاين الخياطه في قيب صالح ولد عبد الله تشرفين. عندك تخرج في مول ورشة الخياطة التقليدية ولاد عبد الله. مرحبا بكم اختي كتشكري في ولاد عبد الله بالضبط مزيان. لا قناة ديالي عميرية قناة عميرية عميرية مرحبا بك. ها لا هنا أنا في البرادية هنا كتخدمي العقيق مزيان. عندك شي رقم ديالك عطيه ليا والعبد ليات عندي متابعيني اللي بغات تحيط عندك اللي بغات تشري كاينه الله يسر لك الامور. هنايا ركن المنتوجات النحاسيه من بني ملال تحيه لكل اللي حضروا المعارض حضروا المعرض ديال حد البراد ديال الفقيه بن صالح موسم الزيتون. وشكرا لهم شكرا للمنظمين تبارك الله اليوم اللي نظموا هذا المهرجان هذا جزاهم الله كل خير يعني كاع الناس تاع القبيله اللي الحمد لله داز المهرجان يعني صراحه عمره ما كان شي موسم بحال هذا. الله يجزيهم بخير والله يوفقهم يا ربي والله يبارك لهم في وليداتهم ومسيره موفقه ان شاء الله للجميع. الله يغيثنا والله يعطينا يعطيكم الصحه والسلامه والله يرحمنا برحمته وصلوا على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. غادي نخليكم مع بقيه الفلوق وبقيه الجوله من موسم الزيتون بحال البراد ديال الفقيه.